صباح الورد وصباح الياسمين البنات، كي دايرين الغزالات؟ كلشي بخير، اموركم هانيه؟ العائله كي دوزتوا العيد والعواشر؟ شكون فيكم صام ستاتيه؟ اموركم هانيه؟ كما كتشوفوا البنات انا شاده الطريق غدا باش نتلاقى مع واحد صاحبتي طليانيه انا وبنتي، غادي نمشيو نفطروا مع بعضياتنا ونضربوا دويره في السوق، وغادي نوريكم اشنو كاين جديد في السوق، وتابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا كل شيء. هيا بنتي. المهم البنات انا دابا غادا موسقه شاده الطريق ديالي، عندي واحد 25 دقيقه ديال الطريق. صراحة اليوم الجو زوين بزاف، كما كتشوفوا السما صافية، والبارح ضل الشمس نهار كامل. صراحة اليوم الجو غزالة بنات. المهم البنات انا دابا يلاه وصلت السوق كما كتشوفوا، شوفوا السريولات اللي كاينين غزالين صراحة البنات، هاد الصايات هكا، هاد لافاست، شوفوا كيفاش كتجي غزالة مع الصاية، شوفوا هذا شحال فنيونين، تعرف، وصفالي فيديو بيرو، غراتي، شوفوا هاد الكسيوات البنات ديال الصيف. هاد لاباس بحال ما هكا، كما كتشوفوا البنات السوق كبير بزاف، ولا غلا على مسكين. هنا كاين البرودويات ديال التجميل، كلشي رخيص. هاد الحويجات ديال الدراري الصغار، شوف شحال غزالين هاد التيشيرت، كما كتشوفو البنات السوق كبير بزاف. هنا كاين السيكان، ها هي بنتي صاحبة الإيطالية، تعجب عنا غادا دافع عليا الكروسة بنتي. شوف هاد المخدات شحال غزالي، شوف البنات على البيسات صراحة كيحمقوا، شوفوا هادو هكا دايرين. نصور لكم حتى هذا باش نلوحوه لكم. شوفوا البنات الكسيوات شحال غزالين، صراحة موديلات لجميع الأذواق. شوفوا الصايات ميليتار شحال فنين، هاد اللبيسة
هنا كاينين حتى حويجات ديال الرجال. بالنسبه للناس اللي عندهم مع الخياطه، شوفوا الناس هذا كلهم باورو، يعني 10 دراهم. كاينين السفيفات، كاين هذا بحال دوك القنادر ديال الشمال. شوفوا البنات، مثلا كاين بحال هاد السفيفات، يعني غتقدروا تقولوا اشنو ممكن نديروا بهم. هما داروا بهم بحال هاد اللعيبه هكا، ولا في الحوايج، ولا شحال من حاجه ممكن تلصقوهم فيهم. شوفوا هذا شحال فني. كاين الحجر ديال التليكوموندات، كلشي 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 باورو. السوق عامر، ودابا يلاه 8:30 ديال الصباح. شوفوا البنات هاد اللوينات في الخضر شحال غزالين. شوفوا كيفاش كيبانوا في اللبس الصراحه هاد العام، كاينين الوان رائعين. شوفوا هادو في الغوص الصراحه هادو كيحمقوا. هذا هو الستيل ديالي. شوفوا هاد البيسات محترمات. شوفوا هاد اللوينات، كيسو كي فانيني داتا كان فريغو. انا زعما كنت نقول لك وفوت اميكا يورا ولا بروفاجي في التي في. وهنا تاني الحويجات، شوفوا حتى هاد البيسات كيفاش دايرين. يعني هاد العام كاين الوان خطيره، كاع الالوان كلهم موضه كما كتشوفوا البنات. حوايج الصيف، شوفوا هادو، هادو كاجوال لبس ديال كل نهار. يلا هالبنات، يلا 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 يلا، مول المليح باع وراح. الأغلى على مسكين واللي ما شريت نزه. انا اول حاجه غادي نصور لكم البنات كل شيء عاد، باش غادي نتقضى ليا شي حاجه نشوف اشنو كاين ونتقضى. كتشوفوا البنات دابا وصلت هنا، شوفوا شحال غزالين هاد الموديلات، اكثر من رائعين. شوفوا التناسق ديال الالوان كيفاش داير، فنين هاد الكسيوات صراحه، كلهم الوان مختلفه كما كتشوفوا. هذا بحال ما هكا قصار، واخا هاد العام كسيوات موديلات طوال، كاينين الامود بزاف. شوفوا شحال فني ونين البنات هاد الصايه هكا، يعني كتشوفوهم ملبوسات غزالات والله العظيم، حمقوني انا هادو. وهنا كاين هاد السنايدلات كما كتشوفوا، كلهم الوان فنيونين، موديلات سامبل زوينين. هنا البنات كاينين السيكان، كلشي دابا دايرين فيهم الصول. كما كتشوفوا بونجورنو، كاين هاد الموديلات السامبل. Thank you.
هنا البنات كاينين لبسات ديال الرجال، شوفوا شوفوا الدراري السراول. حتى هاد القويم جا الثوب ديالها اكثر من رائع الصراحه، فنيون حتى هادي. شوف القويم جا شحال غزالين البنات، شوفوا ليه كل شيء زوين. هذا بالنسبه لدابا اللي مازال الحر بارد. شوفوا حتى هاد البيصه هنا البنات كاين داكشي ديال ليزور ديال الناموسيه كما كتشوفوا، سينغلو ب 8 اورو بياتا ونص، وديال جوج ديال جوج يعني ديال جوج الناس ناموسيه ديال جوج الناس ب 10 اورو، وديال واحد ب 8 اورو، وهذيك الناموسيه اللي كتكون ما بين الواحد والجوج دايره 9 اورو. شوفوا هاد التويبات كيفاش دايرين، ممكن تستعملوهم تلمطو بيهم. شوفوا هادو حتى هما ديال الناموسيه، هادو كاملين 10 اورو صراحه فني. هنا كاينين الخوامي، شوفوا البنات هاد البوف هنا كيقولوا لهم بوف، اللي ممكن تجلسوا فوق منهم كما كتشوفوا، وحتى تعمروهم شي حاجه لداخل بالنسبه اللي عندهم القش بزاف ولا عاد الدراري الصغار. هنا كاينين الخوامي، هنا كاينين الفوطات، كل شيء البنات بثمن اكثر من رائع صراحه. هادو كيتحطوا فوق من الكراسه، هادو ديال الطواليت كيتفرشوا في الارض. فوطات هادو مشبكات بحال هكا كما كتشوفوا البنات، على قبل شنيوله، دابا بدات عندنا شنيوله بزاف. طابيات ديال الدوش، شوفوا البنات هاد اللبسات شحال فنيوين. شوفوا هاد الصايات، شوفوا هادي كتحمق. طبعا البنات انا قبل ما ندير الفيديوهات كنطلب الاذن من صحاب البانكوات باش ندير الفيديو باش نصور، الصراحه كلهم جونتي وخلوني ندير الفيديوهات كاملين كما كتشوفوا البنات. شوفوا هاد لي تيشيرت بحال هكا، لبسات. شوفوا الصايه في الخضر كيفاش كتبان في اللبسه البنات، كتحمق. هادو كيبيعوا حوايج ديال الدراري الصغار، كادوات بالنسبه للزياده. شوفوا هما البنات، الى عندكم شي مناسبه ديال الزياده هالافكار. شوفوا هاد الكسيوه شحال كتحمق صراحه فن البنات. شوفوا الصايه بالباندا الفوقانيه ديال الراس، التيشيرت صراحه الحوايج ديال الدراري الصغار كيحمقوا البنات. شوفوا الالوان حتى هما او بيانكي سنا الفوق شحال فنين. هنا البنات شوفوا هادو حتى هما كيفاش دايرين، شوفوا الالوان كيفاش دايره. يعني البنات كاع البنات اللي ما كانش عندهم حتى شي فكره ديال اشنو يلبسوا في الصيف، انا جيتكم بالجديد والجديد والجديد. نعم لاله. شوف هاد الكسيوة، شوف
وحتى هذه سامبل زوينه في الكحل. خديت بحال هاد السوال البنات يعجبوني. شوفوا هاد القويم جا شحال غزالي. دابا غادي نكملوا الدوره ديالنا البنات، نوريكم الجهه الاخرى ديال السوق. صراحه السوق كبير بزاف، ما نقدرش نوريكم كل شيء لان فريمون كيبغي انك تبقى شاده التليفون في السوق كامل وتبقاي تسجلي. كاين بزاف ما يتشاف صراحه، ما كرهتكمش تجيو لهاد السوق لانه كبير بزاف. وهاد البلاصه سميتها امبولي، هذا هو السوق الكبير ديال امبولي، كيكون نهار الخميس. وهنا كاينه بنتي وصاحبتي جوفانا تاني. ودابا غادي نكملوا الدوره ديالنا ونمشيو ان شاء الله نفطروا. شوفوا البنات هادو، شوفوا شحال غزالين. شوفوا البنات كاع اللي ما عنده حتى شي فكره ديال اشنو تلبس، حويجات ديال الدراري الصغار. شوفوا الكسيوات شحال كيحمقوا. شوفوا البنات هاد الكسيوات هما اللي شفتوهم كانوا لابساتهم بنات اختي نهار العيد، كانوا لابساتهم بنات اختي نهار العيد ميساء وسجود. ها هما لقيتهم. شوفوا الكسيوات شحال غزالين، غادي يجيو حتى قد بنتي. الالوان كتحمق. كاينين ورايا مغربيات هادرات. وهنا البنات كاينين بالنسبه للعيالات الكبار، كاين هاد الماركه ديال امبلو اللي كيبيعوها حتى ماما وبابا، الصنادل ديال العيالات الكبار. انا شحال مره كناخذ منهم لعدوستي، حتى شفنا تشوفوا شحال رطبات هنايا. والصراحه زوينين بزاف ومريحين، ما كيضرش في الرجلين نهائيا يعني. حتى هما يعني شوفوا ما شاء الله دايرين ليهم موديلات فنيين. كنت بحال هذا الموديل خديت له لعدوستي، حتى هما دايرين ليهم بيت بادري. هاد الصنادل كلهم ماركه وحده وزوينين البنات. شوفوا شوفوا هاد الموديل، عفشر طبيعه البنات. صراحه ماركه زوينه بزاف هاد امبلو. البنات كما كتشوفوا كاين داكشي ديال الدجاج، هادو بحال هكا ب 12 اورو 10 اورو، 13 الحمام. شوفوا باش تنفنيوني، الفيرما ديالي انا راجلي عندنا الدجاج، حنا اللي مفرخينه ومربيناه. شوفوا هذا البنات، اشنو شريتي؟ حجم؟ شحال من حجلة شريتي؟ شحال من حجلة؟ أربعة. دابا البنات غادي نديو الحجة للأرض. ما كاين والله موال. ها أوريدي عليكم. ملي غدا أنا ملي غدا نمشي للأرض غدا نوريكم الحجلات عندنا في الأرض. دابا البنات كملنا الدورة ديالنا وجينا نفطرو. خدينا هادي بلا كريم، اللي خدات هادي ديال الروز، كابوتشينو إيطالي كيما العادة كيما كتشوفو. الصحة والراحة. من بعد غادي نمشي للدار غادي نوريكم اشنو شريت. اول كليم ديالي قال هما الحجيلات البنات اللي خديت، جبتهم بالزربه هنايا باش يولفوا هاد الصغيورين. غادي نمشي بحال هكا للدار نوريكم الحويجات اللي شريت.
المهم البنات هذا هو اللوك ديالي شارك معكم وهاد الصايه ديال الكوير كما كتشوفوا بحال هكا بهاد القويميجة هكا دايره كما كتشوفوا هكا صيفي يعني الصاية ما سخوناش الصراحة كتشوفو هاد الطنجة هنا فيها البيضات دابا يلاه رجعت للدار البنات وغادي نشارك معاك المهم البنات نوريكم شنو تقضيت ديت هاد السروال بحال ما هكا الثوب ديالو بارد للصيف نقدر نلبسه في الدار ونلبسه حتى ملي نكون خارجه بحال ما هكا غير هنايا البنات هاد السروال كما كتشوفوا حتى هو عريض بحال ما هكا من التحت كيجي زوين في اللبسه وبارد الثوب ديالو البنات بارد بزاف ورطب يعني شوفوا كيفاش وخديت هاد السروال ديال الجين هكا سامبل باش نلبسو مع القويمجات حتى هو إلاستيك ورطب حتى من اللور سامبل هكا داير صراحة زوين وخديت هاد لافيست كما كتشوفو سمحوا لي على الاضاءه المهم اللون بحال هكا كما كيبان في التصويره حتى هي صيفيه كما كتشوفوا يعني الثوب رطب وبارد يعني ممكن تلبس في هذا الوقت حتى في الليل ملي كيتحرك شويه الغربي واخيرا غادي نوريكم اخر بياسه خديت اللي انا حمقاتني الصراحه وهذه البنات هي اكثر حاجه عجبتني اليوم اللي شريت كما كتشوفوا عجيبه وغريبه جدا قميجه نص نص يعني كتشوفوا دابا في الفيديوهات في الفيس في انستغرام ولاو الناس كيناسقوا جوج الوان ديال القميجه الصراحه انا حمقاتني هذه عجبتني بزاف وطويله يعني كتوصل تقريبا حتى عند الركبه وحتى هي شوفوا البنات كتوصل حتى عند المرفق كما كتشوفوا هنا والثوب ديالها رطب وزوينه انا بعدا عجبتني بزاف البنات كما شفتوا ان هذا الصيف كاين الالوان بزاف في الاخر خديت هاد الساك اللي لقيته برومو هاد الساك ديال البحر نجمع فيه الحويجات ديال بنتي ساك سامبل البنات وكيتسد بحال هكا كندير فيه الحويجات ديال بنتي ملي نكون غادي للبحر ان شاء الله بحكم انني انا ساكنه قريبه للبحر المهم البنات كان هادو هما المشتريات ديالي كنتمنى البنات ان يكون عجبكم الدوره في السوق معايا اليوم ولا عجبكم الفيديو خلوا لي كومونتيرات في الراي ديالكم خلوا لي لايك وما تنساوش تدعموني البنات وبارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو الفيديوهات مع صحابكم ونتمنى من الله انكم توقفوا معنا ونوقفوا معاكم ان شاء الله في ساعه الخير ونواصلكم بروقه مره اخرى البنات ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل بوسه كبيره البنات باي باي.